تمام. مجهوم الطول لقلبها. خير يا سيدي؟ هي نايمة دي دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها قبل صحيها، ان شاء الله هتكون رايقة. طب استنى بس، مفيش في يدي حاجة تانية اعملها. نجيب عربية توصلها. سكتي عارفها. مجهوم الطول لقلبها. محدش معاه السلاح ده كله اللي برع بيه ورجال، ارمح نشوف ايه الحكايه. غور
برع هيضرب الرصاص ده كله ليه امال؟ علمي علمك يا حاج. هو ليه ايه هنا؟ اهو عياجي كل حين ومين يقعد في سرايته لحد ما يلم اللي ليه ويعاود على طول. عايزك الشيخ خلف هتقول ايه؟ غفر هما اللي قالوا وهيقلب عليه القصر كله وبرعي بيه حلف اللي هيقتله يعني يقتله يقتل الشيخ خلف ويقتله ليه؟ وين اللي ودى الشيخ خلف عنده؟ يعني مش قادرين تسمعوه؟ خلاص ولعوا في القصر لازم يتشوي وهو حي قبل النهار ما يطلع لازم جيتوا دني تبقى تحت رجلي يا سعادة البنار هتاكل محصول تاكل محصول إن شاء الله تاكل العشبة كلها يا سعادة البيه تلاقيه خد له طلقة ولا اتنين ومرموم مطرحه في النار هنلاقيه لو ما جمعتوش جيتو توداي هقتلكم كلكم فاهمين ولا لا؟ ولعوا في القصب استنيني ايه؟ النار لسه جايدة؟ احمد ربنا ان بيننا ما بينهم البحر لكت النار كلت العزبة من ضمن راح الراجل الزين لا حول ولا قوة إلا بالله يعني خلاص مات؟ يعني بعد اللي حصل ده كله هيقعد حي؟ طارق يا حاج ماله يا حاجة كنت مطمن عليه أنا خايفة يجرى له حاجة يا حاجة يا حاجة أنت مؤمنة ربنا هو الشافي استغفر الله يا شيخة استغفر الله العظيم يحرقوا الأرض كلها عشان مولانا عمل إيه لده كله الراجل قعد معانا اسبوع ما شفناش منه غير كل خير الصلاه والدعاء حتى الوكل ما عايش غير على الميه والنابت ربنا يرحمه ويرحمنا نام يا حجه انام كيف وانا قلت لك نام يا حجه Thank you.
يا بيه، ده سارق ذهب والماس باكتر من نص مليون جنيه. الكلب ده لازم تجيبوه باي طريقه. هيجي يا باشا اطمن. شكله ايه يا باشا خلف ده؟ يعني مفيش علامه مميزه كده ولا حاجه؟ انا عايزك تهدى خالص وتطمن، اصل احنا لو ما عرفناش نجيبه دلوقتي هنجيبه وهو بيصرف في السرقه دي. طيب انا هبعت لسعادتك معاون المباحث دلوقتي عشان ياخد مواصفات الذهب والالماز اللي اتسرقوا. والله بقى براحتك، عايز تبلغ مدير الامن، عايز تبلغ الوزير، ده موضوعك، انا مش قادر امنعك. بس كل اللي انا اقدر اوعد بيه سعادتك ان المركز مش هيبقى له اي شغلانه غير اللي اسمه خلف ده. تمام، مع السلامه. الراجل هيتجنن. ذهب بنص مليون جنيه بيعمل ايه عنده في السرايا اذا كان هو مش قاعد فيها اصلا؟ هو مين يا باشا اللي عمل التنفيذ الجامده دي؟ واحد بدقن وجلابيه وعصايه وسبحه. ما تقلقش يا باشا، اعتبره مرمي في الحجز. ده بيهددني انه يكلم مدير الامن، ما ان شاء الله يكلم الوزير حد. اذا كان هو بنفسه مش عايز يقول لي على مواصفات الذهب والالماز اللي اتسرقوا منه، يكونش بيحور. يا باشا اكيد بيحور، البلد دي ما فيهاش عيال تطلع الطلعه دي. البلد دي كبيرهم يسرقوا جاموسه، معزه، يسلطوا غويشه، لكن مفيش حد يطلع الطلعه دي. ابعت استعلم لي المديريه على اسمه خلف ده، يمكن يكون له اصل هناك. ها؟ ونزل مخبرينك بقى يقلبوا. تمام يا باشا. انت يا واد! اقلبوا الارض على الواطي من الكلب ده وجيبوا لي جدته عالم! ماشي! اخذوا من قدامي! بطشاكم هي ولا ايه؟ اهلا 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 يا باشا، اهلا. الله يسلمك. لا انا برا، مش قوي كده، ده انا في العزبه اسبوع بالكتير باذن الله، والشيكات كلها تتغطى. هي عمرها حصلت؟ حاضر يا باشا. طب والختمة الشريفي؟ الرجل ده نصاب وعرف يحبكها علينا كلنا لحد ما سرق سرقته. طب وانت الحج اللي خف على يده يا ناصر، يعني ياك ربنا كان هيقبل دعاه ولا صلاته وهو هينصب على خلق الله؟ طب مين خبرك ان طارق خف على يده؟ ربنا كان كاتب شفاه، والمخفي ده جه حايم ودخل في الحكايه كده وساب فيه عطى حصول كتير. ايه اللي ودى خلف الله عند سرايه برعيل وكان عايز ايه منه؟ البنت يا عيشة اللي هتشتغل حداهم في السرايا هتقول ان بنت اخته عليها والعياذ بالله، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت ما عندكيش حاجه غير ان الناس كلهم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. والله زي ما حدتك كده يا حاجه، دي كمان عيشة هتقول ان البنت على طول هتصرخ وتقطع في خلاجاتها كده وعايزه تهج على الخلف، عشان كده امها سابت مصر وجت هنا عشان تتدرم الفضيحه. ودي هتفضحت منك لله انت وعيشه. حطي لسانك في خشمك احسن اقطعهولي، حسك عينك تقعدي تتودودي في سيره الخلي، ربنا هيعلقك من لسانك دي يوم القيامه. ما هو يا حاجه برضه لو الحديد ده مش صح كان ايه اللي خلاهم يبعتوا يشيعوا للشيخ خلي؟ جم يقتلوه عشان سرق ذهبها زي ما عايزوله؟ لا يا حاجه، ده عايزوله استغفر الله العظيم يعني انه خد شرفه. قطع لسانك اكتمي، الشيخ خلف ده طاهر طول عمره راجل نظيف. مش انت شفتيه يا حاجه ما وراهوش غير الصلاه والدعاء؟ وانت زمجتي كده ليه؟ ما يكونش في حاجه يعني. اكتم يا بيت واياك تنطقي بكلمه زياده. الشيخ خلف ده لهدين في رقبه اليوم الدين، يطلع زين يطلع شين، ربنا هو اللي عالم بيه وهو اللي هيحاسبه. يلا خلصوا، ما عايزاش وجع دماغ. وانت قومي يا اختي هاتي عودين ملوخيه وخرطيهم. حاضر يا حاجه. هي مالها البيت دي؟ من يوم الشيخ خلف ما حط رجله في البيت وهي مش على بعضها. ما يكونش تعالي امي صحيت. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح الخير.
انا نمت كده ازاي؟ احنا جينا هنا امتى؟ امي هو انا اللي بيحصل لي. ما تخافيش يا اختي، اسم الله عليك، اطمني اطمني يا اختي. ما خافش ازاي؟ امي انا مش فاكره حاجه خالص. احنا جينا هنا امتى وليه؟ اطمني. قومي خدي شاور، صلي على سيدنا محمد. قومي يا اختي قومي يا اختي، اسم الله عليكي. قومي يا اختي قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. برعي برعي. ايه في ايه؟ جرى ايه؟ ياسمين خفت يا اخويا. خفت؟ خفت يعني ايه؟ شاطين اللي بتتها طلعت. ايوه النبي، يعني هي دلوقتي خفت؟ خفت خفت وقامت من السرير زي الفل، ولا كان فيها اي حاجه خالص، وكمان مش فاكره جت امتى ولا ايه اللي حصل، ولا كانت فاكره اللي بيحصل لها خالص، وبتاخد شاور كمان. وخلف ده مسها زي ما قلتي؟ مش عارفه مش عارفه يا اخويا، انا خايف الراجل ده يجرى له حاجه بنتي ترجع للي كانت عليه. لا ما تخافيش، مش هيحصل حاجه ان شاء الله. يا رب يا اخويا ان شاء الله. انا راح اقول لهم يحضروا الاكل عشان ناكل كلنا لقمه مع بعض. الطريق لا صديق ولا حتى بلت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاري. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. رحت فين يا بنت الناس؟ قلقت علي؟ قلقت؟ كنت بجيب لقمة ناكلها عشان يبقى عيش وملح. ربنا يحفظك. بتضحك على ايه؟
شفت النصيب؟ كل ده يحصل عشان نبقى تحت سقف واحد. يلا يا سيدنا، حط يدك على راسي ورجيني. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. عايزه حي. أمرك يا باشا. الكلب هدوه.
سيدنا اتفضل خش اتفضل. ما اقدرش ادخل بيت من غير اذن صاحبه. قول للحج الشيخ خلف الله مستني تحت، يخش ولا يعاود؟ طيب طيب. عم الحج يا عم الحج. عايز ايه يا شمندي؟ الشيخ خلف واقف بره قدام الباب ما راضيش يخش لما ياخد الاذن. انا نازل له. هتعمل ايه يا حاج؟ الشيخ خلف ليه دين في رجبينا وربنا نجاه من يديه. ايه يا حاجة؟ هنستر على مجرم؟ يعني مصدق انه سرق؟ لو كان على السرقة انا تعديتها، لكن لو كان على اللي بيقولوا عليه ده ما فيش غير الدم. ولدنا يا حاج. ماله ولدنا؟ خايفة يأذيه. ربنا هو الشافي يا حاجة. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لانت. قول كده. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك. ما ياخد الروح إلا اللي خالقها. تعال بس تعال تعال اقعد وقل لي انت رحت سرايت برا عليهم مال؟ رحت سرايت برا عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. كان على السرقة احنا ندفع الدية. ما سرقتش ما سرقتش. وبنت اخته ضرتها بحاجة؟ يعني ما قربتش عليه؟
مسيت البت يا شيخ خلف. البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بك العلم عند الله. يعني ايه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمده انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كل ايه في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي بره دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك. لا، يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم. انا مش جاي اتعارك معاكم. انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك. وخلي بالك، الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلب زي ده تضيع رجالة اقل واحد فيهم؟
بلقطه برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف؟ والرجاله هي اللي تحكم. سرقني؟ سرق؟ لو سرق مليون اردهم ومعاهم الديه. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عندي واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك اعمل ايه. ما تقول قدام الرجاله اعمل ايه، قول. ولا حاجه ولا حاجه. نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها. اقعد سيجي عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمندي اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. جيادة يا عبد الرحمن. خد يا ابني. قرب، توحشتك. انت الحين؟ ايه غيرانة يا هاي. وحشتك قوي. تخبط لقبتك كده؟ أنا بخنقك كده؟ لا. عارف أنا بحبك قد إيه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي يعني؟ الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا تفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي الضايف يا عمده، بس خليك فاكرها، وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. تفضل يا احمد بيه، تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجه، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا وميه فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا. هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ انا اهو قدامك اهو. خدوه. شكرين يا عمده. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتراقبوا الناقص اللي اسمه برعده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار. اوامر يا عمدي. تاخد رجاله وتعسكروا قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمدي.
عينيها بالسير حدايق لحسن يطلع علينا ايتين وسخطنا جرود. يدك قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورميه في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. قولي انا هدخل اريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا ما تقلقش كله تحت السيطره. مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي ما انا جنبها اهو. لا اله الا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم انت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين. هات لنا كرسي يا سيد. شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك. وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ملوي هدومه زيك كده.
سرق له سرقه بنص مليون جنيه. نفتشه ما نلاقيش معاه قرش صاغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال اتعرف. اسمك ايه؟ إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا. مش سامعني ولا ايه؟ مع الرحمة. بقول لك اسمك ايه؟ ربنا وسلامة والعافية في ديني. الحكاية بقت كده. ماشي. بماله وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فين هو؟ بركاتك يا سيدنا، مش قلت ان الراجل ده ولي؟ انت قلت؟ قلت ميت. ابعت لبرع وقول له اني هدله على مكان الذهب، مش اللي قال انه ضاع منه، كدوا 10 مرات ويمكن اكتر. بس فاهمه
أنا لي شروط. هات عصايتي. فين المفتاح يا ولدي؟ السلام عليكم. أنا عايز أنام دلوقتي، مش عايز حد يصحيني. المركز مقلوب قلبة البين، اللي عايجري من هنا واللي عايجري من هناك. الشيخ خلف هرب، الشيخ خلف هرب، أتاري الشيخ خلف قاعد فين؟ قاعد عند المامور. وائل بيه ماسك في صدره وعم يصرخ يا غرق الله يا غرق الله. ايه هو ده العذر برضه؟ أنا مش قلت إن الراجل ده ولي؟ بقى قلت كده برضه؟ طيب قوموا اتوضوا، الفجر على أذان. أستغفرك ربي وأتوب إليك. استغفرك ربي واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. الله اكبر. يعني حتة كلب زي ده نستناه كلنا لما يصحى ويتوضى ويصلي ويتقرب علينا في الآخر وياجي؟ اسمه ايه ده؟ طمع. طمع؟ صح. بس تفتكر الراجل ده كد اللي يقوله؟ ولا هيلعبنا عشان يهرب؟ لو عايز يهرب كان هرب. ده المركز كله مرعوب منه بعد اللي حصل مع وائل. دول بيصلوا ورا جماعة دلوقتي. وائل بيع عامل ايه دلوقتي؟ المخبر اللي معاه بيقول انه خد حقنة ونام. الدكتور اللي شافه وقال عليه قال كرشة نفس وراحت لحالها. ادخل. حرما حرما يا مولانا، اتفضل. جمعا ان شاء الله. عايز الذهب اللي سرق منك. ها الذهب ايه؟ ما سرقش مني حاجة. أنا قلت كده بس عشان أنت عارف. خلاص خلاص، بس أنا قلت إن ليا شروط. طب فهمنا الأول وبعدين اتشرط. في ذهب مدفون هديلكم على مكانه. كنز. فينه الكنز ده؟ مش هقول لك فينه إلا لما توافقوا على شروطي. موافقين على كل شروطك؟ ده أنت تؤمر، اتشرط زي ما أنت عايز. نويت أدخل على بنت أختك الليلة إن شاء الله على سنة الله ورسوله. أنت تتجوز بنت أختي؟ أنت؟ السلام عليكم يا مولانا. تروح فين؟ مالك حنك كده؟ وتضحكوا معاه؟ مالك في كيف؟ روح. تاني هام، الكنز ده هيتقسم. أه طبعًا، هيتقسم علينا إحنا التلاتة مش كده؟ لا، اعتبر نصيبي مهر بنت اختك. كنت ظالمك معايا. بس القسمة هيبقى معاكوا شربات. شربات مين؟ في واحدة ست عايزة سيدنا بقى. خش يا شربات. سيدنا.
نفطر انا وشربات وبعدين نتكلم. دادي باب رسمي. الراجل ده مدبوب. كان المفروض اضربه بالنار واخلص منه. يتجوز بنته تاني؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان يتمسخر بيا في البلد كلها؟ الراجل داهي يستغل العينين بالذهبات عشان في الاخر يفضحنا. اسمع احمد بيه، اكتب له محضر بالسرقه. سرقت ايه؟ ما انت لسه قايل ان مفيش حاجه اتسرقت منك ولا حاجه. اسمع يا ابو رعبيه، انت دلوقتي تروح تستريح ونفكر براحتنا، احنا مش مستعجلين. ووعد مني، لو الشيخ خلف ده ما صدقش في كل حرف قاله، انا بنفسي اللي هدفنه. يلا امال. يلا قوم توكل على الله، انا في انتظارك. الف سلامة. علاء! فندم. هو الشيخ خلف فين دلوقتي؟ قاعد مع الست اللي كانت معاه فندم، بره المركز. طب اسمع، تروح تجيب لي فطير وعسل وجبنة وبيض وفراخ كمان لو عايز، ها؟ أوام يلا. راجل. الله عليك يا شيخ خلف، ده انت جاي من السماء. يا سلام لو كل اللي بتقول عليه ده يحصل. برعي، ها عملت ايه يا اخوي؟ عملت ايه يا اخوي؟ تعملي ايه؟ لو ربنا بعت لك رزقي من واسع. انا ما عزاش من الدنيا غير ان افضل تحت رجليك. خليني جارك يا سيدنا. يا ريت امري بيدي. لا يا سيدنا، سكت عليك النبي ما تسيبني، وحياه ميتينك. سيب الميتين في حالهم واعمل اللي هقول لك عليه. حاضر. تقعدي عند العمده، اياكش تلف تلقاكي وراي. يلا دوري. اسم حسن عبد العزيز ابراهيم، المهنه مهندس راعي، محل الميلاد المنظره منفلوط. الشيخ خلف مهندس. برع، هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص ما عرفش افكر. جينا جربنا الدكاتره والمشايخ كمان، خربت ايه؟ مش فاهم انا دي. اخوتها وسافر المغرب يا اخويا، بيقولوا المغرب. ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ الله، ما كفناش احنا المصايب دي؟ يعني عايزني البت تروح من ايدي؟
مصيبه ولا اكبر من كده. الشيخ ده اللي اسمه خلف. يوه، احنا مش عايزين نسمع سيره دي تاني. مش تعريفي بس الاول، ايه اللي حصل؟ قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاه بدل ما تروح تقتله؟ هيقولوا ان فيه كنز ودهب كتير. دهب؟ عمور المركز هيؤكد لي ان الراجل ده سره باتع، وانه هو وايه يعني كمان؟ لا مفيش. ما تكمل يا اخويا. كمل اقول ايه؟ ما انت عارفه كل حاجه، عارفه ظروفي. انا جربت السجن. شوف انا بقول لك يا حسن، الشيخ خلف عاوز اتجوز بنتك. نعم، اهو ده اللي كان ناقص. انت برعي، مستحيل تكون اخويا عايز تضحي ببنتي عشان كنز يا عالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قلتش كده. انا كل اللي جه في راسي ان ياسمين ايه ماتت؟ عايز تدفنها بالحياه مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون ده علاجها. علاجها انك تدفنها بالحياه؟ لا، ده انت جبت اخرها. انا هاخد بنتي واطلع بيها على مصر وهوديها احسن مصحه هناك. استني بس، مالك فيك ايه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل ده؟ انت مش لسه من شويه قلت كنت انت عاوزه توديها المغرب؟ بعدين ممكن يكون الراجل ده مسها وبكده تبقى مرته. لا، انا مش قادره اصدق الكلام اللي بيتقال ده. انا قربت اتجن. يا رب اللي بيحصل لنا ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش قادر استحمل. مالها البنت دي؟ صمت بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا. أنا الأسد، سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم. فإن تولوا
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب. آه يا دنيا وآه يا دنيا وآه سمعت صوتا هاتفا في الصحراء
نادى من الغيب غفاة البشر: هبوا املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. في انصاص الله يدور على الكيدز وهو هنا ياكل ويشرب ويستحمى ويهيص، والنبي هيلاقي ناس هبله زينا فين يوديها ويجيبها زي ما هو عاوز. وكل ده عشان ايه؟ عمى عينيك بالذهب اللي مش هتلاقيه، سد ودانك بالكنز، خلاك ترمي ضنايا تحت رجليه استك شرفك. حاسم اكتبي اسمع يا عاد، تعرف مشايخ ولا صحرة؟ انت وبنتك جرجرتوني وراكم، انت قعدت تتحايل علي عشان اجيبه، لو عاوزاني اقتله دلوقتي اطلع اقتله. وتطلع ليه؟ انا نزلت اهو. اسمع يا شيخ قرد انت. شيخ قرد؟ انا ما نمتش من امبارح وعكت تفكر ان انت هتنص من يدي. انت مش ورطني وراك ولا صابر عليك، لكن ورحمة أمي. ألف رحمة ونور عليها. أنا بقول ورحمة أمي، ما يكفيني فيك موتك لو أنت هتتلعب. موت إيه يا عم؟ تعال افطر معايا رميت من الجوع. تلاقيك أنت كمان ما أكلتش من إمبارح. عبدو. ايوه يا سيدنا. عملت السليقه اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا سيدنا. اجيبها؟ لا، دي للعروسه وانا هوكلها لها بيدي. زودت البصل والثوم زي ما قلت لك؟ ايه، سيبها على نار هاديه تاخد لها غلوه على ما افطر. حاضر. وعلى الغدا اعمل لنا حمام زي دي وبط ورز ومحشي وموزه وفطير وذكر بح. حاضر. مال فين النابت اللي
لما كنتش غيره انت ببيت العمدة جناب السلطان. سمي ومدي يدك. والحمام والبحة والمحشي والسرسوم والحاجات دي كلها ليه؟ للعروسة. جونت في الجبل. يا ترى هنعمل متر انفاق ولا ايه يا باشمهندس؟ مطلتم يا باشمهندس قرب ولا حسن؟ مش اسمك برضه حسن عبد العزيز ابراهيم؟ اياك تفتح الباب ده. عارف ليه؟ عشان حسن مات. مات. واياك تجيب سيرته تاني. ليه؟ ريح على فين؟ طلعت من باب البلة دي. مش يبقى حسن بس اللي مات، انت كمان هتموت. الغفر كلهم واخدين اوامر، لو شافوك بصيت من شباك ولا باب هيقتلوك. انت هتقعد محبوس في البلة دي لحد ما تجيب اخرك او تكون اخرك. وقت تفتكر ان العفاريت والجن بتوعك دول هيفلتوك من يدي؟ انت اللي عملته فيها الشيخ خلف حدش عمله. انا مش عارف كيف طوعتك. طمعك اكحت يا ابو راعي، اكحت. هتطلع الدهب، دهب هيزغلل عينيك ويزلزل عقلك ويعصر قلبك ويخطف روحك. وردم، بس قبل ما تردم اتأكد عتردم على ايه، لان الدهب اللي هتطلعه من الارض تيجي تروح، وربنا وحده اللي يعلم هتكون روح مين. السليقة يا عبدو. أموت وأعرف جلابية تلبسها كيف. تعترسي وخلاص، اديني انا اللي حرس. قوم. ومين اللي هيودي الزيارة دي يا حاج؟ أنا والحاج طبعاً. وهيجيك نفسه تحط عتبة برعي بعد اللي عمله؟ إحنا ما هنزورش برعي، إحنا رايحين نزور الشيخ خلف. الأصول أصول. أيوة أمال، مش عريس عاد؟ ده جواز على سنة الله ورسوله، الراجل ما يعبوش حاجة. أيوة، بعد ما عمل عملته كان لازم يتجوزها. أهو الكلام الماسخ ده ما يلزمنيش. الشيخ خلف له دين في رقبتي. ما قلناش حاجة يا حاج، بس كنت عاوز أقول يعني كيف برعي بعد ما ولع في القصب يجوزه بنت أخته؟ أنا عدني شط يا حاج، الراجل كان في بيتك ملاك، خط عطبة سراية برعي، قال عليه اللي اتقال. إحنا خدنا من الشيخ خلف خيره، وبرعي ياخد منه اللي يرضيه.
اللي هيعمل خير هيلقاه خير، واللي هيعمل شر هيلقاه شر، كل حي ياخد نصيبه، ولا ايه يا رجاله؟ ربنا يفتح عليك يا حاج ويزيدك من فضله. رايحه فين يا بيت؟ جايه معاكم يا حاج عشان ادخل الزياره. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا سليمان بنعم كتير ملهاش حصر، الجن، الطير، الريح كانت خاضعة ليه، بس زي ما ربنا اداه ربنا ابتلاه بمرض شديد احتار فيه العلماء والحكماء والجان، والطير سافرت لآخر الأرض تجيب كل الأعشاب من كل صنف ولون، بس المرض يتمكن منه. سيدنا سليمان عمل إيه؟ لسانه ما بطلش يذكر ربنا ويطلب الشفاء منه، ربنا استجاب لدعاه وانتهى الامتحان. بعد ما توكد إن كل ملك كل عظمته كل جاه ما تقدرش تجيب له الشفاء إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد، ربنا بس هو الشافي. عايزين ايه؟ معاهم زيارة لسيدنا والست الصغيرة. زيارة؟ زيارة ليه؟ للعرسان يا ست هانم. عرسان؟ روحي قولي سيدك برع يقابلهم. سيدي خرج من مدة يا ست هانم. روحي قولي لهم انه خرج من مدة. قالوا جايين للشيخ خلف. روحي قولي لهم العرسان نايمين في شهر العسل، خربوا، ماتوا، خلصينا بقى. أبا العم ده العرسان نايمين في العسل يا أبا العم. هشام يا بنت مالها هي يا حاجة؟ العيب على اللي جاريها. قولي لسيدك يا بنت ان العمدة جه عشان يشوف الشيخ خلف، ولو الشيخ خلف له موت راح تاني انا ما كنتش عتبت هنا. يلا بينا يا حاجة. بس البنت شربتها هتحط لثباتك. يلا يا حاجة ما انا قلت قيمك. يا ساتر ايه الحكايه يعني؟ يلا Thank you.
واحنا هنقعد نحفر كده لغايه ما الجبل يتهد علينا؟ هو عايز يدفننا هنا ولا ايه؟ اصبر اصبر شويه يا عماد بيه، اصبر يا عم، انا جبت اخري، دي شكلها نصبايه.